وينضم إلينا عبر الهاتف معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية. معاليك أحسن الله عزانا وعزاكم، ماذا تقول في رحيل مغفور له الشيخ حمدان بن راشد المكتوم؟ البقاء والدوام لله، والله يرحمه. الشيخ حمدان يعني فقيد كبير للدولة. أولا نعزي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأسرة المكتوم الكرام، كما نعزي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجميع الحكام وشعب دولة الإمارات في هذا المصاب الجلل. رحيل سمو الشيخ حمدان لم يعني يأتي خفيفا على 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 لا الدولة ولا دول الخليج ولا العالم، لأن هذه الشخصية المتميزة دائما كانت تترك بصمات، فهو من المؤسسين كما ذكرتم في التقرير لجميع حكومات، يعني من المؤسسين أولا لوزارة المالية، أهم وزارة في 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 سنوات التأسيس، كما وأنه كان داعما لكل حكومات دولة الإمارات، عمل مع القادة المؤسسين سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد وحكام الإمارات، عمل معهم على المكانة اللي وصلت اليوم دولة الإمارات. فبصمات سمو الشيخ حمدان موجودة في كل ركن من أركان الحكومة الاتحادية، موجودة في المالية، موجودة في التربية والتعليم، موجودة في الصحة، وموجودة في الكثير من المؤسسات الخيرية اللي يعني شملها برعايته واهتمامه ودعمه. نعم. فالشيخ حمدان ليس بشخصية عادية، إسهاماته مع الدول في دول العالم وفي كافة المؤسسات والأيتام والأسر المتعففة اللي كان يرعاها والمرضى اللي كان يعالجهم الشيخ حمدان لا يعلم بهم إلا الله. فرحيله مؤثر، ولكن رحيله ترك خلفه يعني بصمات إنسانية وإيجابية في كل من عرف الشيخ حمدان. نعم معاليك، يعني المغفور له الشيخ حمدان رغم اهتمامه الشديد بالأعمال الإنسانية والخيرية، إلا أنه كان تواقا لابتكار أحدث التقنيات الرقمية في مجالات ربما المياه والطاقة النظيفة والبيئة والنفط والغاز. هل لك أن تحدثنا معاليك عن إسهاماته في هذا الجانب؟ أكيد. أنا شخصيا في بداية انضمامي للحكومة يعني حرصت أني أزور الشيخ حمدان، ويعني استفدت كثيرا من خبرة الشيخ حمدان في رسم أسس استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات. كنا نشاور فيها وكان يرشدنا على العناية بالتقنية، كان دائما يركز على المياه ويقول ركزوا على المياه، خفضوا التكلفة عن طريق التقنيات. كان مطلع الله يرحمه على التقنيات وكان متابع لها، كان دائما يعطيك النصيحة والتوجيه ويعطيك الواقعية في التوفير. فدائما كان يقولنا ركزوا على يعني ليس فقط استخدام أي تقنية، التقنية المناسبة لنا ركزوا أن تكون هذه التقنية ترجع بمردود إيجابي على الفرد المواطن في دولة الإمارات. فكان دائما حريص الله يرحمه على الشيء اللي يترك بصمة إيجابية وتؤثر كذلك على المواطن إيجابيا. فكان الله يرحمه عمل كذلك، يعني كنا نشاوره في قضية البترول، ومرينا بسنوات صعبة عند انخفاض أسعار البترول، وكان يعطينا نصائح ونستفيد منه كثيرا. فأنا شخصيا
كان خير يعني من يرشدني. ويمكن الكثير من الأشياء اللي نحن قدرنا نسويها سويناها لأن شاورنا سمو الشيخ حمدان الله يرحمه وكان يوجهنا فيها. نعم، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ترك بصمة لا تمحى خلال ترأس هيئة كهرباء مياه دبي، وله أيضا مبادرات وخطط كثيرة ساهمت في إحداث تغييرات جذرية في هذا القطاع. معاليك، ما هي أبرز هذه التغييرات التي أحدثها المغفور لها الشيخ حمدان؟ الله يرحمه الشيخ حمدان كان حريص على الـ 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 الطاقة النظيفة، وكان حريص أن إمارة دبي تكون من أوائل الإمارات اللي تضع برنامج يعني لأن هيئة مياه وكهرباء دبي تكون أول هيئة تحط برنامج واضح اللي هو كان مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية. فكان عنده رؤية في هذا المجال، ورؤيته سبقت الانخفاض الأسعار في ذلك الوقت، فوضع رؤية في هيئة دبي ل2030 في وقت كانوا الكثير يشككون فيه. فرؤية الشيخ حمدان لهيئة دبي هو اللي جعل هيئة دبي متميزة اليوم ومتميزة باستخدامات التقنية ومتميزة خصوصا في الطاقات الخضراء والطاقات النظيفة. فكان حريص أن هذه بترجع وبتنظف البيئة. كذلك كان حريص مثل ما قلت لك على تخزين المياه، وعمل على يعني إنشاء الخزانات الاستراتيجية في أوقات الطوارئ والأزمات. صناعة الألمنيوم اللي الشيخ حمدان بصمة فيها، أن دوبال أول براءة اختراع محلية في صناعة الألمنيوم، هذه كانت كذلك من نتائج يعني عمله والنتائج المشاريع اللي كان يشرف عليها وأنجزها الله يرحمه. اللهم آمين. أيضا المغفور له الشيخ حمدان بن راشد كان من أكبر الداعمين لشريحة الشباب الإماراتي، ولا بالأخص في النواحي العلمية والعملية، من خلال إيجاد جوائز ومبادرات، ومؤخرا مؤسسة حمدان بن راشد للتعليم أو لأداء التعليم المتميز. حدثنا عن مسيرة المغفور له في هذا المجال. طبعا لا يخفى على أحد اهتمام وإسهامات الشيخ حمدان الله يرحمه في مجال التعليم وفي مجال الصحة. إن تحدثت عن دولة الإمارات فالجوائز اللي وضعها والاهتمام وتكريم الشخصيات المهتمة بالتعليم والعلماء والمدرسين، الشيخ حمدان كان حريص جدا على تكريم المعلم. وإن تحدثت عن إسهاماته في مجال التعليم وخصوصا التعليم الطبي والتخصصات النادرة، تجد كذلك في مختلف دول العالم الشيخ حمدان كان يعني يرسل الطلاب ويتبنى الطلاب ويدعم الجوائز ويدعم البحوث العلمية، وكذلك البحوث الإسلامية. يعني ما يخفى على أحد الإسهامات الشيخ حمدان في نشر ثقافة تقبل الآخر، في نشر ثقافة وسطية الإسلام، ودوره كذلك في نشر العلم الصحيح. فالله يرحمه كان يعني عنده تنوع في المجالات، مجالات دعم العلوم ليست فقط يعني، وركز على العلوم التطبيقية، العلوم التطبيقية اللي ممكن نستفيد نحن منها وننافس فيها. ركز على بناء الصناعة، لكن ما ننسى أن كانت المالية مع الصناعة والصناعة كانت جزء من المالية. الكثير من الصناعات اللي طلعت في دولة الإمارات كان كذلك شجعها. فالتعليم كان يعني يحظى بمكانة كبيرة عند شيخ حمدان وكان داعم كبير له، والكثير من الطلاب اللي درسوا على نفقته الخاصة، خصوصا الطلاب النابغين والطلاب اللي كانوا متميزين. أنا شخصيا استفدت من إحدى هذه يعني في عام 1990 يعني أرسلنا الله يرحمه وتعلمنا اللغة الإنجليزية، وكان هذه الدورة البسيطة اللي كانت على حساب الشيخ حمدان الله يرحمه
استفدنا منها ونتج أن رحنا واخترنا جامعات قوية بعدين ودرسنا فيها. نعم معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث الطيب.